ترأس الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر وقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية وزراء التربية والتعليم والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام والصحة والشباب والرياضة. وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء معربا عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء على هذه الثقة، وتشرف معاليه برئاسة هذه اللجنة الوطنية. وأوضح معالي رئيس اللجنة أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة تأتي في إطار الرؤية الشاملة لعاهل البلاد المفدى بضرورة تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنهوض بالمجتمع البحريني، وتأكيدا لاهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن يكون تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة جزءا أساسيا في برامج عمل الحكومة. واستعرض معالي الوزير مراحل هذه الخطة الوطنية منذ أن أطلقها كمبادرة في اجتماع مع نخبة من أبناء المجتمع وتشكيل لجنة ضمت نخبة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات من أجل وضع خطة وطنية شاملة تكون إطارا عاما لعمل كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق الهدف. وقد باشرت اللجنة عملها وتم وضع مشروع الخطة الوطنية بهدف مواصلة البناء على ما تم إنجازه بهذا الشأن لتقوية جبهتنا الداخلية وحفظ الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي وتعزيز الولاء والانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على وسطية واعتدال الخطاب الديني ونشر روح التسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية. بعد ذلك قرر الأعضاء تشكيل اللجنة التنفيذية للإشراف على تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم بحث إعلان تدشين الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في مناسبة خاصة تليق بحجم هذا المشروع الوطني. وفي ختام اجتماع اللجنة أعرب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء، متمنيا لهم التوفيق والسداد في العمل على تحقيق الأهداف المرجوة والنهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهذه اللجنة الوطنية لما فيه خدمة الوطن.